شكون فينا ما يحبش يلقى فكرة مشروع يدخل منها فلوس؟ برشا فلوس، فلوس على عجل. نحبكم تشوفوا معايا لي اكزامبل هذو. هذا باركور متاع كورس في ستاد متاع العاب قوى، وهذوما دي تيران متاع تنس، وهذا سور متاع معمل، اما مش سور عادي، سور ما يعديش الصوت، وهذوما دي زيسبادري، وهذه دي موكيت، دي تابي، سور وستاد وموكيت وسبيدري. يا اخي شنو اللي يجمع بيناتهم؟ هذه العجله، العجله تترسكل وتتخدم. العجله بعد ما تستعملها في كرهبتك يجي نهار وما عادش تصلح للكياس وباش ترميها. اما عجله على عجله تنجم تفيد وتجيب برشا فلوس. العجله مصنوعه بالكاوتشو، الكاوتشو اللي هو ماده قابله للرسك، واللي 70% من المنتوجات المصنوعه به هي العجل. 100 مليون دولار مداخيل الشركات في العالم كل عام من تصنيع العجل. يوميا 800 مليون عجله يتم تصنيعهم في العالم، 58% ماشيين للاستعمال الشخصي، نحكيو على الكرهب الكمين وحتى البسكليتات. وبالطبيعه كل عام باش نلقاو برشا عجل تتلوح في تونس. كل عام 15,000 طرناطة من العجل، يعني قرابة 1,000,000 عجلة يتلموا كفضلات سنويا، من غير ما نحكيه على اللي ما يراهم حد، عجلي الكونترا. العجلي هذم كيف يتلموا ويترسكلوا ينجموا يكونوا مصدر برشا فلوس. بون، رسكلت البلاستيك صناعة معروفة في العالم اليوم وحتى في تونس، اما في تونس مازلنا ما عطيناش الاهميه لرسكاله العجل، باستثناء 3 ولا 4 شركات في البلاد. داير واحد من اصحاب الشركات هذه اكد في حوار صحفي ليه اللي في الصين اليوم اكثر من 50 مليون شخص يخدموا في مصانع لرسكاله العجل. المصانع هذه تلم العجل من بعد يرحيوه، الرحيان يتم حسب نوع العجله وحسب الحجم اللي حاشتنا به، من بعد تدخل الماكينة باش تخرج خيوط خيوط، ومن بعد المرحلة قبل الأخرى تتخدم بتأثير السخان باش تعطي مجسمات صلبة حسب الحاجة وسلون في شنو باش نستعملوها، وآخر حاجة بالطبيعة توصل لبلاصتها وتترك. مع أنه رسكلة العجيرة تنجم تكون استثمار وفكرة مشروع، هي وسيلة باش نحميو الطبيعة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD في آخر تقرير لها عام 2020 حذرت العالم أجمع من أنه العجيري نجموا يكونوا في 2035 السبب الأول للتلوث في العالم. كما قللكم البروفيسور، العجيري المستعملة والعجيري اللي نلقاوها مطيشة في الشارع هيكية ماتير بريمير. ماتير بريمير هيكية تنجم تستغلها في مشروع، ومشروع مربح ومربح جدا. وانا ننصح الشباب اللي يحب يعمل مشروع ينجم يعمل المشروع هذايا باش تحمي الطبيعه وتنظف البيئه ونحميو صغيراتنا ونحميو عائلتنا. العجله اللي ترميها بعد ما تستعملها تنجم تكون مصدر فلوس. كان تلوج على فكره مشروع عجل واسرع قبل فوات الاوان.